أشراف أشراف. نعم أخي. سقسك. سقسي. أجي دابا إلى جوج، مين نبدأ؟ أبدأ من راسك هو الأول. ضروري بنادم يبدأ من راسو، يحسن راسو، يسكسف، هيدا شي بانكا. لا صاحبي، بدأ من راسه هي تكون خدام، وتكون عندك الدار، واش موقد؟ موقد موقد بكل شيء معاك الشريف. أنا يا حسام يا بك يدك. أنا كنقول له هيدا وكيدخل عليا الوقت. مثلا، أنتي زوجتي. فين تسكنوا؟ ضروري سكنوا. وفين تعيشوا؟ نعيشوا في الدار. وفين هي هذا الدار؟ ضروري الدار. واش تحمقني؟ صافي صافي صافي. دابا سيدي نفرضوك انك تزوج. شنو نفرضو؟ انني مزوج. تكون فين تعيشوا؟ وفين تعيشوا؟ وضروري نزواج. لا تينا والله العظيم لا تحمقني، عرفت شنو كاين؟ فخليت لك كذا في حالي الخا. صافي صافي. بنادم شحال عصابي. هيدا بنادم ما يزوجش يا صاحبي. يا حسرة على الزواج دا قبل. وياه كان راجل كيدي مرا عمرو شافها. علاش ما كانش كيشوفو؟ الله صاحبي. شحال هادي راجل كان صغير يتزوج. علاش عطا؟ كيمشي يخطب كيمل كاري كيديها من الدار. ضروري ديك الدار عاود. صافي 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 صافي. ونزيدك كان كيبقاو عايشين مع بعضو 70 عام 80 عام حتى 90 عام. ما كيقنطوش من بعضو. ولا كان تما حبة بيناتهم. وكان يا ما كان دابا. ودابا رجع كلشي صعيب. علاش دابا الزواج صعيب؟ ايوا انا قلت لك شنو خاص. انتي خاص اللي تهنى. شوف شكون تشوشو؟ تهدى. الزواج راه مسؤولية. شنو انا ماشي قد المسؤولية؟ لا انا ما قلتش هاي. انا هاد اللي ما ينفلحو ما كلفوني بواحد المسؤولية كبيرة. شنو هي؟ كلفوني نسقي محابق سيمان. وسقيتيهم؟ لا. وعلاش؟ ديك السيمانة طاحت الشا الحمد لله. مثلا الا كنت خدام مزيان وعندي الدار ونكون مقيم نقدر نزوج. عاد عندك فيها الشاب شنطه بصح. والله وسبحان الله الا كان عندي هذا الشيء هذا نخدم نمشي نزوج. اسمعني اسمعني، الا بغيتي تزوج شي ضروري يكون عندك هذا الشيء. هادشي اللي بغيت نقول لك، الزواج ماشي ضروري، بنادم هو يبقى راسو. لا وليدي واخا تعيطي وتقول خصني نبقى راسي، أجي واحد النار عجوج عجوج وما يجي ديك النار حتى يكون زواج. والله ما نزوج نتزرف دابا. خصني نعرف صاحبي واش سينا بعقلك. شتي لو كان عندي العقل كزواج الحمد لله ما عنديش العقل. تهلا تهلا صاحبي الله يعطيك العقل. اجي اجي صاحبي عقل. انا عقل. نوض خصني نضل معاك ضروري. هاد مصيبة هاد. انا ماني ماشي مصيبة انا بيه. شنو خصك اصاحبي شنو يخصك؟ واش راه بنادم خصو ينعس واش راه بنادم خصو يرتاح؟ ابي صاحبي انا جيت خصني نتشاور معاك ونسقسي. لا سقسي يا صاحبي. صافي العرس شحال كينقى؟ العرس عادي بسبعة ملايين. سبعة ملايين؟ شري الجيسكي ونحرق. هذا عادي اما كاين كيخسر 50 مليون فوق. 50 مليون؟ وليدي 50 مليون. وشوف فلوس كاينه وكيقول لك الازمه. دي الازمه عليا عليك. الازمه عليك انت. انا ما عليا لا ازمه لا والو الحمد لله ما ناقصني والو. ناقصك والو؟ ناقصني شي 50 مليون. كيصلي زين. الله يتقبل. اللهم امين. اصلا كتصلي في الوقت وكريدي ما كتردوش في الوقت. فين هي 100 درهم ديالي؟ ما عنديش. ما عندكش عاود عطيني 100 درهم ديالي. ما عنديش يا صاحبي حماقني. وانا دابا رجعت انا كنحمق صاحبي. الله يرحم امك مي قال لي فهاد الساعه دي عينك. عطيني 100 درهم ديالي. ما عنديش يا صاحبي. عطيني 100 درهم ديالي. عندك حماقي في الراس ديالي ولا؟ دابا انا رجعت كنحمقك في الراس ديالك ومي من الدراهم ديالك اللي رزقي يا صاحبي. ما عنديش. مصيبة هادي يا صاحبي. توب انا باقي نسلف من عندك. صافي صافي انا عارفك ما عندكش. اجي ملي تبغي تزوج غتعمل العرس. الله يا خا وضروري ما نعمل العرس. هادي مفرح براسو اخاي شوية.
ولكن ماشي شي عور تعاود شي 4 ملايين وسال ها عندك 4 ملايين بس لي شي 100 درهم ديالي عطيني لي 100 درهم ديالي عندك 4 ملايين هضر معاك صاحبي هادشي ايده تجوز بحال ايده بحال انا عطيني ديالي وزيدو شكون هادي اللي غتشوف فيك علاش عندي الحمد لله راجل راجل هو اللي كيرجع فلوس لعباد الله وراجل هو اللي كيكون عنده كلمه تينا على 100 درهم شيبتيني عام وانا تابعك عام صافي يا صاحبي قال لي الجوجه دي سيب عليك غرامه سيب عليا غرامه انا شي خطرك انتزوج يا صاحبي انتزوج شو عنده هذا صمك انتزوج يا صاحبي انتزوج انتزوج صاحبي دبر سلا واحد البنت انتزوج ايوا مزيان مبروك عليك اسي الله يبارك فيك شكرا ولكن شني ولكن تقول لي واش خدام واش عندك الدار واش مقيم هذه طبيعه الحال وهادشي كامل كاين ياك هي خدامه وهي عندها الدار وهي اللي مقيده شوف راهي مرحبا بك نلعب العرس شهر 7 في رمضان مرحبا بك مرحبا بك اخي